وفي حلقة أكثر من رائعة تم ختام الموسم الأول من برنامج العباقرة جامعات، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس والتلفزيون المصري. وبعد مباراة متكافئة حسمت في آخر اللحظات، فازت أعرق جامعة في مصر جامعة القاهرة بالكأس بعد منافسة قوية مع جامعة الأزهر، والتي تستحق كل الثناء والتقدير. أما في حلقة أفضل طالب فقد فاز من جامعة كفر الشيخ الطالب محمد رفعت، في حين نال الطالب محمد عزيز من جامعة المنصورة كأس الأديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي. وقد قام الروائي عصام يوسف بتوزيع الجوائز على الفائزين. وجدير بالذكر أن طلاب بطولة العباقرة جامعات نجحوا من خلال إجاباتهم الصحيحة في جمع مبلغ 49 مليون و85 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري، استكمالا للدور العظيم الذي يقوم به لتطوير كرة مصر. هذا ومن المقرر أن ينطلق الموسم الخامس من برنامج العباقرة مدارس خلال شهر سبتمبر المقبل. إلى هنا.